السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل به. یہ اتنی پاورفل آیت مبارکہ ہے، جو بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا اللہ اس کی بڑی سی بڑی پریشانیوں کو ختم کرے گا، اس شخص کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دے گا، اور وہ جب بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. وہ آیت مبارکہ ہے آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب إني لما أرسلت إلي من خير فقير توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا سلام على عباده الذين اصطفى سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياسين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم والأعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم والأعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.